أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع معكم الجزء الثاني والأخير من استديو التاسعة لهذه الليلة. نتحدث عن آخر تطورات المشهد التونسي، فبعد إجراءات وتدابير مشددة من وزارة الداخلية في تونس لإعاقة حركة المتظاهرين احتجاجا على قرارات الرئيس التونسي قيس السعيد التي سميت ووصفت بالاستثنائية، استطاع الآلاف منهم أن يخرجوا في العاصمة ليتظاهروا ويرفعوا سقف مطالبهم بشعار الشعب يريد إسقاط الرئيس. فماذا في مظاهرات اليوم؟ أهلا ومرحبا بمعالي الوزير السابق والقيادي في حركة النهضة محمد بن سالم. مع الوزير، سعداء بوجودك معنا كالعادة، منورنا في استديو التاسعة. أهلا وسهلا بكم مشاهديكم، أهلا وسهلا، حياكم الله. مع الوزير، أريد أن أبدأ معك بلعبة الأعداد بين المشاركين في التظاهرات المؤيدة للرئيس التونسي والمشاركين في التظاهرات المطالبة بإسقاطه اليوم. ماذا تقول لنا هذه الأعداد، أعداد المشاركين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. العدد لا يقارن، الحمد لله. احنا كنا معناها أمس ننتظر في المسيرة المؤيدة للرئيس، وشبه صدقنا أن هناك شعبية كبيرة تؤيد معناها إجراءات الرئيس، ولكن الحقيقة اتضح أن العدد جاء بين 50 و60 مشارك ليس إلا. ولكن اليوم الحمد لله كان شارع بورقيبة يعني مليان، حتى الشرطة اضطرت أنها توسع في المكان المخصص للمظاهرة، يعني عاملين حواجز حديدية. وثم عندما ضاق المكان بالمتظاهرين، اضطر الأمن باش يوخر الحواجز، فالعدد كان بين 8,000 و10,000. أظن التقدير متاع الشرطة كان 6,000، ولكن الخبراء في هذا المجال يقولوا هو أكيد أكثر، على الأقل يكون 8,000. هل من تفسير لعدم تجاوب الشارع مع نداءات الخروج تأييدا للرئيس قيس سعيد أمس؟ والله ما ناش عارفين، بالعكس إذا فما خشية، وللأسف الوضع عموما الآن أمام منع الناس من السفر ووضع الناس في الإقامات الجبرية، فالطرف الآخر هو المفروض ربما يخاف ولا يتردوا الناس، لأنه النظام كسر على أنيابه شيئا ما. ولكن عندما يكونوا المتظاهرين هم جايين يظاهروا مع اللي في يده السلطة، فهذا الأمر يكون معناها منعدم تماما، يعني ما فيش خوف على الإطلاق، بل هم جايين على أساس أنهم يأيدوا في السلطة القائمة وفي الأمن القائم، وبالتالي معناها فقط لأنه الناس ما هيش متحمسة حقيقة كما يدعي بعض الأصوات العالية على أنه التوانسة كلهم وراء الرئيس. صحيح الحقيقة بعد نهار 25 عندما أخذ إجراءات يعني المعلومة، للأسف الناس خرجت فرحة لأنه الوضع السياسي كان حقيقة متأزم، وبالتالي الفرحة هذيك فسرها الناس على أنه هذيك شعبية الرئيس، ولكن مع الأيام يظهر أنه هذا الأمر غير صحيح. طيب، هذه ربما تشكل صفعة للرئيس السعيد، عدم خروج الناس تضامنا معه أمس، مقابل آلاف خرجوا اليوم منادين بإسقاطه. على كل حال تأثيرها للأسف معناها المرة اللي فاتت العدد كان كذلك محترم، ولكن أقل بكثير من المرة هذه، والرئيس عمل خطاب وتأثر جدا واتهم الناس أنهم مخمورين وأنهم يجيبوا مقابل،
ولكن المرة هذه على كل حال ما أظن أن الرئيس سيوجه نفس التهم متاع الألاف المؤلفة هذه. طيب هنا أستاذ محمد أيضا في المقابل ربما يقول قائل أنه حتى المشاركة اليوم ضد الرئيس كانت ضعيفة. هو صحيح شيئا ما، ولكن احنا الجميع الآن يعرفوا أنه الطرق المؤدية للعاصمة كانت مقطوعة، يعني في الطريق يربط بين تونس والجنوب، علما أنها تونس في شمال الجمهورية، هذه للأسف هناك العشرات من الباصات وقع إيقافها ومئات من السيارات من الوصول لتونس، يعني هذا إشكال الحقيقة. هل هذا انحياز واضح من وزارة الداخلية للرئاسة؟ لا طبعا طبعا، وزارة الداخلية بالوزير المكلف هي ماهيش وزارة محايدة على الإطلاق، يعني فبالتالي هي تتخذ تعليماتها من رئاسة مباشرة، يعني ما فيش حتى رئيس حكومة يعطي تعليماته، فالرئيس هو اللي يتعامل مباشرة مع الوزراء المكلفين. طب مع الوزير، انظر إلى صياغة هذا الخبر، انظر إلى صياغة هذا الخبر من قناة الحرة من موقعها، تقول لك شهدت العاصمة تونس الأحد اليوم يعني تظاهرات ووقفة احتجاجية شارك فيها، وهنا يعني شارك فيها العشرات من أنصار حركة النهضة وقوى سياسية أخرى، وذلك رفضا لما يصفونه بانقلاب رئيس الجمهورية قيس سعيد. والله غريب، يعني إذا عندهم مراسل هنا فالصور شاهد على ذلك، والصور هي متاع اليوم ونقلت مباشرة من قنوات عديدة، منها الزيتونة، منها الجزيرة مباشر والجزيرة، وبالتالي ما فيش تلفيق ولا شيء. هناك آلاف حضروا وهناك آلاف منعوا، يعني في الطرقات، أنا حكيت على الطريق السريعة اللي تربط بين تونس والجنوب، ولكن حتى شارع بورقيبة في وقت من الأوقات كل الأنهج والشوارع اللي توصل لشارع بورقيبة وقع منع المرور منها، وكان هناك شرطة تقول الطريق مقطوع، فالمتظاهرين يروحوا لطريق جانبي ويحاولوا يلقوا الطريق حتى يوصلوا المظاهرة، وكل الطرقات المؤدية كانت مقطوعة حتى على المترجلين، يعني مش السيارات. طيب واضح مع الوزير. ماذا عن محاولات القول أيضا بأنه من تظاهر اليوم ضد الرئيس هم فقط أبناء حركة النهضة؟ لا أبدا أبدا، صحيح هناك أبناء حركة النهضة بشقيهم، يعني المتخلين إذا يصح الاصطلاح أنه كلهم حتى المستقلين هم أبناء النهضة، ولكن هناك المجتمع المدني حاضر بقوة، المتكلمين كذلك حاضرين بقوة، وعلى كل حال حركة النهضة موقفها في البداية كانت توصف فيه انقلاب، ثم للأسف بعد ولات تحكي على حركة تصحيحية، فهي مترددة في مقاومة الانقلاب ومقاومة الحالة الجديدة الاستبدادية اللي نشوف فيها الآن، وهذا ما خلى القيادات عديدة، أكيد أنتم على علم بذلك، أنهم استقالوا من الحركة لسببين الحقيقة، لسبب أنهم لا سأتي إلى هذه المسألة مع الوزير، هذه مهمة سأتي إليها، لكن عن تظاهرات اليوم نحن شهدنا في الأيام الماضية غضبا لدى أحزاب تونسية عديدة ضد إجراءات الرئيس، وحتى الاتحاد العام للشغل اتهمه بأنه يقود البلد نحو حكم الفرد وإلى الهاوية. هل هذا اليوم مع التظاهرات بالآلاف في العاصمة يحسم النقاش في موضوع والجدل في موضوع أنه والله الرئيس يمتلك شعبية تفوق جميع الأحزاب؟ على كل حال إن شاء الله الرئيس نفسه معناه يفيق من
معناها من حلمة أنه كل الجماهير وراه، فأنا أعتبرها كأني حلمة، وأظن المشهد متاع اليوم سيرج قناعاته هذه. على كل حال هو عمل سياسي، هو يدعيه الإعلام الرسمي اللي أصبح مثل إعلام بن علي تماما، يعني القناة الوطنية الأولى، كل القنوات في العالم تبث في المظاهرات وهما هنا، ولا كأنه الأمر صاير في تونس على الإطلاق. فهي رجعت قناة 7 متاع بن علي للأسف الشديد. فالآن إن شاء الله هذا لا، هذه نقطة مهمة مع الوزير، نقطة مهمة. هل تعتقدون بأن تظاهرات اليوم المناوئة للرئيس ستؤثر عليه في الأيام القادمة وعلى قراراته، وبأي اتجاه؟ على كل حال للأسف رئيسنا ما يسمعش، لكن الصورة بتاع اليوم كانت كبيرة ويصعب أنه يخباها عليه وما يشوفهاش، يصعب. أما أني أنا نتخيل هل هو سيعمل الهروب للأمام وإلا معناها يتراجع قليلا ويقول باهي يا سيدي، أنا كنت نتصور أنه الشعب الكل رايا، ولكن اللي اجتمعوا اليوم معناها ما همش قليل على الإطلاق. ماذا لو لم يكن هو أساسا صاحب القرار؟ معلومة أخرى، كانت في مظاهرة أخرى في مدينة تطاوين وهي أبعد صحيح. عاصمة الولايات، فبالتالي كان يصعب على الجماهير باش تجي من أقصى الجنوب، فهم خيروا أن يعملوا مظاهرة، ومظاهرة محترمة كذلك، وربما بعض الولايات كذلك باش يصير فيها مستقبلا مظاهرات للتنديد بهالإجراءات مع الوزير. الحقيقة ماذا لو لم يكن الرئيس قيس سعيد أساسا هو صاحب القرار فيما يجري من الأساس؟ على كل حال هو المسؤول، هو رئيس الجمهورية، ما فيش من أتى واخذ القرارات هذه، فهو تكلم ويتحمل مسؤوليته حتى إذا كان مدفوع من محاور إقليمية أو من قوى استعمارية، فالمسؤولية بالضرورة هي في عنقه. يعني ما ينقدرش نقول بما أنه هو مدفوع من الجهة الفلانية أو الجهة الأخرى فهذا ينقص من مسؤوليته، لا أبدا. المسؤولية الأولى والأخيرة هي مسؤولية الرئيس، وبالتالي إذا هو فعلا يحترم قرار الشعب فالشعب ما عندوش رأي واحد، عنده أكثر من رأي. وإذا هو يعني احنا مثلا كان بس نحكيها على بلاطة، نحكيها على بلاطة معالي الوزير، لو خرج 1,000,000 متظاهر اليوم معارض للرئيس يطالبون بإسقاطه، بالنهاية العسكر مع مين؟ والله العسكر، احنا العسكر من عشرات سنين من نظام بورقيبة لبن علي، رغم اللي بن علي كان جنرال، ولكن العسكر ما كانش يدخل في السياسة على الإطلاق. ده كان زمان يا معالي الوزير، ده كان زمان. يعني عندما تابعنا الدبابة وهي تغلق مقر البرلمان اختلفت الأمور. اي هو صحيح الكلام، او الآلية العسكرية، يعني لا ادري ما كان نوعها. في ضابط متقاعد نزل معناها على الفيسبوك كلمة يحذر فيها الضباط على انه سيحاكمون اذا تجاوزوا الدستور، فبالتالي الجيش استند الى بند في القانون الداخلي على انه يحمي المؤسسات، ورئيس الدولة هو رئيس القوات المسلحة، هو القائد العام للقوات المسلحة، فبالتالي هما يطبقوا في التعليمات. وكما هو معلوم الجيش ليس له رأي، ليس له ان يبدي رأيا، خلافا لبقية الدول العربية. واللي مع الوزير بصراحة ما حصل عندكم في الآونة الأخيرة أثبت أنه لا، هناك شريحة من الجيش لها رأيها وربما أكثر. خلينا نأخذ نظرية دائما تطرح هذه في طرحت في بلد عربي آخر، أنه هناك انقسام في المؤسسة العسكرية، وهناك جزء لا يقبل بهذا الانقلاب وهو معارض وينتظر اللحظة ليفسد أي انقلاب. خلينا نأخذ بهذه النظرية عندكم، أنه هناك ضباط الآن وطنيون لا يريدون المشاركة في الحياة السياسية ولا يريدون تحويل البلاد إلى ديكتاتورية.
هؤلاء الآن ماذا سيفعلون مع مشهد التظاهرات اليوم المناوئة للرئيس؟ هل سيقولون لزملائهم كفى دعما لقرارات الرئيس الانقلابية؟ على كل حال هذا ما نقدرش أنا نعطي فيه رأي لسبب بسيط، أنه هذا الأمر ليس واضح للعيان. يعني حقيقة أنا ما نحبش نعطي رأي في أرأيت لو كمجموعة معارضة وما إلى ذلك. فمعناها أنا أتصور أنه الجيش سوف لن يتورط إذا صارت مظاهرة مليونية، سوف هذا رأيي وهذا رأي يمكن أغلبية التوانسة، سوف يتورط بإطلاق النار على المتظاهرين. هذا نتصور خط أحمر، وسوف لن يتورط لا الأمن ولا الجيش في ذلك. ولكن هل يقوم بعملية انقلابية على الانقلاب؟ هذا ما أقدر، ليس لي فيه جواب. يعني على ماذا تبني التفاؤل بأنه الجيش سيتعامل بحنية مع المتظاهرين إن كثروا، إن أصبحوا بمئات الآلاف أو بعشرات الآلاف؟ لأنه ما زلنا كخرجنا من محاكمات لقادة أمنيين، خاصة الجيش ما صارش محاكمات في الجيش، ولكن الثورة نتاع 2011 معنا على إثرها، وما زالت لحد الآن المحاكمات والاستئناف والتعقيب. وبالتالي هو واضح أمام الجميع أنه اللي يعمل شيء خارج القانون، اللي يعمل شيء ضد الشعب التونسي، اللي يقتل التوانسة في الأخير يحاسب طال زمانه أو قصر. والمسألة هذه ما لهاش عشرات السنين، أنا أقول لك المحاكمات ما زالت جارية لحد الآن. تمام على الوزير، وصلت تماما، وصلت تماما. أريد أن أختم معك بموضوع أشرت إليه، استقالة أكثر من 100 قيادي في حركة النهضة، الأسباب باختصار شديد لو سمحت مع الوزير. الأسباب مش عارف إذا حكيت فيها أنا عندكم سابقا أظن. فأولا احنا أعلننا فشل محاولات الإصلاح اللي قمنا بها الآن منذ 8 سنوات، قبل المؤتمر العاشر بسنتين، وبين المؤتمر العاشر والإحداش 4 سنوات، هذم 6، والآن موعد المؤتمر 11 مر عليه قرابة السنتين، أكثر من سنة ونص. فبالتالي إحنا ليش حضرتك من بين المستقلين معالي الوزير؟ أنا بحثت عن اسمك على كل حال بين الأسماء، لم أجد اسمك. لا موجود، لا ما بحثت جيدا. أها العتب على النظر لكان. أنت الآن استقلت، أنت قيادي سابق إذن في حركة النهضة. كيف؟ أنت قيادي سابق في حركة النهضة الآن. أنا قيادي سابق، أنا ما انتبهتش كيف قدمتني المرة هذه، والبقرة أنا اعترضت على إذا قدمتني قيادي مباشر يعني. أنت من بين المستقلين. طيب إذا خليني نكمل فضل الفكرة. فضل. قلت إحنا فشلنا للأسف الشديد في عملية الإصلاح، هذه واحدة. اثنين، الساعة الوطنية تقتضي منا أن نكون مع الناس الذين يقاومون الاستبداد والذين يدافعون على الدستور. بقانا في حركة النهضة يحرمنا من المساهمة في هذا العمل اللي ما يقدر ينجح إلا عندما يكون جماعي، إلا ما يكون بالتحام مع القوى الوطنية مع المجتمع المدني. للأسف قيادة حركتنا أفسدت العلاقات مع كل المجتمع السياسي، مع الرئيس المرزوقي، مع الأحزاب الأخرى جميعها. لماذا؟ لأنها للأسف ارتمت في أحضان المنظومة القديمة، واللي زاد الطين بلة هو أنه رئيس الحركة يتخذ مستشار من الحزب القديم اللي هو كان آخر أمين عام للتجمع متاع بن علي، آخر أمين عام للتجمع متاع بن علي أصبح مستشار اللي هو مع الوزير. ألا تغامرون بهذه الخطوة بالاستقالة من النهضة، ألا بالتعرض لتفكيك أكبر حركة إسلامية بين قوسين في تونس؟ للأسف الحركة هذه اللي عدينا فيها أعمارنا، أنا يا أستاذ التحقت بالحركة عام 78، يعني بالحساب 43 سنة، وكل إخواني عندهم عشرات السنين، واللي عنده عشرات السنين في المنفى، واللي عنده 10 و20 سنة في السجن.
الكلنا ضحينا وناظمنا داخل الحركة، ولكن الحركة هذه لم تعد تشبهنا، ما تشبهناش الآن للأسف الشديد. قواعد الحركة مع من؟ أختم معك الوقت داهما مع الوزير، قواعد الحركة معكم ولا مع الشيخ راشد؟ هذا مازال ما هوش معروف الآن قواعد الحركة مع من. على كل حال احنا قمنا بانتخابات في افراز القوائم متاع البرلمان، وكانت الغلبة للتيار الاصلاحي في الانتخابات كذلك. عودتكم الى النهضة ممكنة اذا تم تنحية او استقالة رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي بكلمة؟ عودتكم ممكنة اذا كان فما حل من هذا القبيل واصلاح حقيقي؟ ربما، رغم اللي انا استبعد هذا الامر، استبعد هذا الامر تماما، لانه الان كل واحد خذا طريقه واحنا ما نريدش مناكفات مع النهضه. شكرا. احنا عندنا اخوان نعزهم ونحبهم ونقدرهم ويقدروننا، ومساله الاصلاح مستقبلا داخل النهضه لا تعنينا، هي تعني الناس اللي بقوا في النهضه هم الان على اعتقهم إصلاحها. فالآن نعم مع الوزير، انتهى وقتنا للأسف. هو تخليص البلاد، المساهمة كلمة واحدة، المساهمة في تخليص البلاد من نظام استبدادي اللي قاعدين نشوفه فيه يتمدد يوما بعد يوم. للحديث تتم معك في هذا الجانب على كل حال مع الوزير السابق والقيادة السابق في حركة النهضة محمد بن سالم، شرفت لنا كالعادة في استديو التاسعة، أهلا ومرحبا بك دائما. بهذا نأتي مشاهدين الكرام إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله.